اهلا البنات، وش راكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي، قناة ام جانا. نرحب بكم كامل واحدة واحدة. نتمنى منكم انكم تدعموني. وفي بداية لا فيديو، اي وحدة تشوف لا فيديو هذه ما عليها غير تكليكي لي على الجام، ولي اول مرة تشوف القناة يعني تابوني وتفعل الجرس بيوصلها كامل جديد تاعي. هنا البنات، الميسيو كان تشها هاد السردين الصغير، جابه لي وقال لي وري لي شطارتك فيها اليوم، راني رايحة بناكل سردين. قلت له عليا وتفضل. اول حاجه كما راكم شايفين راح نغسلوه، كما تعرفوا هاد السردين لازم نغسلوه مليح مليح. من قبل في القناه كنت درت معاكم وصفه تاع هاد السردين اللي يجي صغير، شغل شتيتها بالطماطم هكا بالسردين. اليوم ان شاء الله كي جاب لي كميه شويه كبيره، نص حنديرو بالطماطم شتيتها ونص يعني حنديرو وصفه خلاف. الوغ تبعوني راح نشوفوا معايا الوصفات في زوج. هنا لازم نغسلوه مليح مليح، نطفوه كما تعرفوا السردين لازم نطفوه مليح تحت العين، نفتحوه من هكا نحيلو الراس تاعو، ومن بعد نحيلو كامل شي هذاك اللي الداخل اللي فيه. على بالي بلي راكم كامل فحلات وكامل شاطرين وتعرفوا تنطفوا السردين. هذه باك يعني نصيحة للمبتدئات، راني نعدلهم كيفاش ينطفوه. انا تاني ما كنتش ننجح خلاص فيه، كنت ديما نفزدو. كانت ماما ربي يحفظها لي، هي اللي كي يجيب لنا بابا هي اللي ديرو. مي الطفلة كي تروح لدارها مش راح تلقى امها يعني تعيط لها السردين. لازم ان نتعلمو، هو واحد مخلق معلم، لازم ان نتعلمو والطفلة تتعلم في دارها. مانسي راكي معلمه، ودي فوا يعني تبدد لك هكا حبه فيه، يعني كاينين اللي تلقاها تعرف يعني وتخدم بيها، مي دي فوا الحاجه ما تصلحش في يدها. هذه هي يعني هكا العبد مره يصلح حاجه مره يغلط حاجه حتى النهار يعود بروفيسيونيل في هذيك الحاجه. المهم ان ما نتكاكاوش ونجربو، التجربه هي احسن حاجه. يعني مشي تقولي محال ندير الحاجه هذيك باسكو ني محال نصلحها وراي ما تصلحش معايا، لا لا اختي. نتعلم في الدنيا هذه، نجرب مرة ونجرب زوج ونجرب ثلاثة، أكيد أكيد مع راحين تصلحوا هذيك الحاجة. نصيحة مريت بها أنا تاني، كنت يعني وكي نحط في راسي ونحب هذيك الحاجة ونقول يعني هكا نحطها في راسي ونخدمها من قلبي راح تصلح لي وتجيني تهبل. أكيد نتوما تاني يعني خدموا من قلبكم راح تنجح لكم الحاجة. هنا البنات بعد مليح غسلته تحت العين زوج مرات، نصفي الماء داك حتى نصفى الماء تاعو كامل. هنا كنت قسمته على زوج كيما قلت لكم، راح ندير به زوج وصفات. عندي هنايا هذا اللي جاي شغل رقيق بزاف، شوفوا كيفاش جا. فوالا هذا راح ندير به وصفه كنت درتها معكم من قبل في وقت الحجر، نهار دينا الكونفينمون درت معاكم الوصفه هذيك. ولو بس كبير هذه ما درتهاش من قبل معاكم في القناه، اول مره راح نديرها. الوغ البنات هنايا دوكا نخليه شويه هكا يقطر، ومن بعد ان شاء الله نروحوا نحضروا الوصفات تاعنا في زوج. كنت بليت الكسره به راح نخبزها ان شاء الله مع هاد الحوت للعشاء. حنديت خسيس نورمال، بليتها عجنتها مليح مليح وحطيتها هنايا تريح لي شويه. درت 3 خبزات فوالا، هذه هي. دوكا نروحوا مع بعضنا نديروا الوصفه تاعنا تاع هنا البنات. نبداو في الوصفات تاعنا. قسمت السردين تاعي هذا اللي جاي صغير خلي ولي جاي شوي كبيره حطيته لهنا، من بعد نشوفك راح نديروه. جبت هنا الحبات تاعي تاع الطماطم وصنينه تاع الثوم وواحد فلفل حار كيما راكم شفتوا. اول حاجه راح نبدا بها هي شطيتها يعني تاع الطماطم هذه اللي بالسردين، كنت كيما قلت لكم درتها معاكم من قبل في القناه في وقت الكونفينمون نشفى عليها. يعني فتشوا عليها اكيد راحين تلقاوها بالتفصيل. هنا زدت عاودتها معاكم يعني المشتركات جدد وكل شيء، لازم اني نعاود لهم اي حاجه درتها من قبل ونزيد نديرها. هنايا بديت نسكرجب في الطماطم تاعي كيما شفتو، ما نكتروش بزاف طماطم. طماطم كيما تعرفوا الطماطم بعد تطلق لنا الماء تاعها ويجيكم تجيكم الطماطم كتر من هذاك السردين يعني ما تجيش بنينه.
يعني خليه قص الطماطم قص السردين، يعني باه كي تنشف الطماطم تجي مليحه خير من هذيك اللي تجي الطماطم غالبه. السردين اطلاقا. هنايا زدت لهنا سنينه تاع الثوم، راح نسكرجفهم على هاد الطماطم تاعي. نقسم يعني ندير شويه هنايا وشويه في الاخر، الاخر تاني راح نديرولو تتبيله مليحه. من هيك الكسره نكمل الساعه، من بعد راح نخبزها. هنا حطيت فلفل الكحل، مغرفه فلفل الكحل، مغرفه الحمار والملح. الكمون حطوا شويه بزياده، كما تعرفوا سردين يحب الكمون، يعني باه تجي البنه هذيك في لاصوص طوماط تاعنا. هنا راني نقص في هذاك الفلفل كما راكم شايفين، اللي يحب الحار يعني يدير الهريسه وكل شيء. انا هنايا للنكهه بك حتى قصيت هذا الفلفل، وان شاء الله ما يجيش حار بزاف باسكو الحار ما نتفاهموش. فوالا دوك هنايا بديت نحط في السردين هذاك الرقيق، يعني هاد الطماط لازم تحطوا لها هذاك السردين يجي صغير كي تغسلوه، مام كي تنحيلو شي الزوائد هذيك اللي الداخل يولي لكم صغير. نستفو كامل على الوجه تاع الطماطم تاعي، نحطو هكا نستفو كامل حبة بحبة. فوالا بزاف بنينة صراحة، انا اول مرة دقتها عند جوزتي في دارنا، ما كناش نديرو هاد الطريقة. دقتها عند جوزتي وعجبتني. هنا حطيت له شويه تاع الزيت من الفوق، وهاي لكم واجده، تحطوها على النار وتشعلوا عليها. دركا جيت نتبل هذا اللي جاي شويه كبير. اول حاجه كما راكم شايفين راني نسكرجف له في الثوم، اللي عندها ثوم بودره تقدر تحطها، انا هنا ثوم بودره ما عنديش. حطيت مغرف فلفل الكحل ومغرف كبيرة تاع كمون كيما العادة، الكمون ديما بزيادة، ومغرف تاع حمار وملح بيان سور. وعندي هاد التابل تاع اللحوم والدواجن بيضاء، مدام السمك يعني من اللحوم بيضاء، زدت ضفت منه شوية للبنة. نخلط مليح مليح هذيك التوابل باهي في هذاك الحوت باهي تشربها لي، ونزيد عليه من لهنا عصرة تاع قارص، عصرة على الأقل ساعة باه يتشرب لي كامل هذيك التتبيلة، باه كي نقليه يجيني بنين. فوالا ونحطه في الفريجيدير. هنا البنات بعد ما كملت سردين حطيت الاخر في الفريجيدار، الاخر حطيته حتى يعني قرب وقت العشاء ونشعل عليه. جيت نخبز الكسره بعد ما ريحت لي مليح مليح، فوالا حتى طلعت كيما شفتوها. دوكا راني نقرص فيها، بنحل فيها بالقنوط، والطاجين شعل كبير خلاص وهو يسخن. لازم كيما تعرفوا هاد الخسيس نشعلوا عليها الطاجين، اي كسره اي كسره يعني لازم الطاجين يكون سخون. انا نخبز على الطابونه، هنا ما صورتش معكم كي قاعده نخبزها باسكو راني في الليل ونخبز فيها في البالكون ظلمه ما نقدرش نوري لكم. كنت درتها معكم في القناه قداش من مره، شاركتكم يعني الكسره هذه والكسره المعجونه تاني كنت شاركتها معكم. فوالا حليتها كما راكم شايفين، بعد ما طابت هاي لكم الكسره تاعي. فوالا هنا الطاجين تاعي تاع مسخون بزاف، تحرقت لي شويه من الكوتي الاخر مش بزاف لحقت عليها. فوالا هاي ليكم هاي سخونه، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هذه هي الكسره خسيس تاعي، هنايا عندي هاد الكربايه سبيسيال للكسره والخبز، حطيت فيها صرفيطه ونسد فيها الكسره تاعي هكا كامل، نحطها هنايا.
ما تاعي شعلت عليها، شوفوا كيفاش بدات تغلي لي مع الاول شغل قوي وعليها النار. فوالا هذاك الحوت كما تعرف السردين هذاك تنمو راهو يعني صغير، يعني في غليه يطيب مع هذيك الطماطم. ما نخلطهاش هكا يعني شغل، ما نجيش الحوت هذاك خلاص نخليه في بلاصتو كيما حطيت انا. هذه بعد ما خليتها في الفريجيدار قعدت على حوالي واحد الساعه هكاك، زادت شربت لي مليح هذيك لاصوص. جبت مقله هكا، انا هذيك هي المقله اللي عندي ما تلصقش. وجبت ساشي وحطيت فيها شويه تاع الفارينه، وراني سردين كامل في هذاك الفارينه راهي في الساشي كما شفتو، ونخلط مليح مليح. هذه طريقه بزاف عمليه، يعني السردين تاعك يعني تمسح مليح بهذيك الفارينة كي تحطيها هكا في ساشي. فوالا شوفوا كيفاش نفضل مليح باه ما بعد هذيك الفارينة ما تحرقليش في المقلاة. فوالا ومن بعد نبدا نستف فيه في هذيك المقله. هنا كيما قلت لكم لازم تكون المقله ما تلصقش، انا هذه نورمالمون ما تلصقش وما نعرف يعني يعني درت فيها وهكاكم على الاخر دوك تشوفوا كيفاش. فوالا ستفتو كامل بهذه الطريقه، شوفوا كيفاش يعني يجي على شكل خبزه هكا دائري على حساب المقله. شوفوا كيفاش دير الكميه في المقله تاعها. هنايا هذه لاصوص طوماط، شوفوا كيفاش نشفت لي، جاتني جوست مع سردين مع طماطم، تشهي شهيكم في الجنه ان شاء الله. طفيت عليها راهي وجدت. وهنايا هذا راني حنصب عليه شويه تاع الزيت هكا من فوقه ونشعل عليه النار، نقص له النار نقويلوش بزاف باش ما يتحرقليش. وشوفوا هنايا كيفاش بدا هذاك السردين يتقلالي. نجيب نفسها هكا شغل حاجه اللي نقدر نقلب بها هذا السردين لكن نحطها يعني شغل يتقلب لي فاسيلمون كالصحن ولا غطا تاع مقله ولا اي حاجه. هنا البنات بعد ما قلبتو شوفوا كيفاش لصق لي شويه، انا يعني مش بزاف صح مي لصق لي شويه. هنا بعد ما رجعتو نزيد يعني ردو على الكوتي الاخر يعني تقلالي. فوالا كما قلت لكم هذا راهو رقيق بزاف يعني راح يطيب. وهنا البنات الاطباق تاعي في زوج راهي واجده في صحن التقديم. هذه لاصوص طوماط ريحتها تهبل، المنظر تاعها يشهي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى انكم تجربوها اكيد راح تعجبكم. وهذا اللي كنت قليته بهذيك الطريقه، شغل كون جات المقله يعني مليحه مليحه ما تلصقش راح يجي كامل لاصق في بعضه ويجي كل خبزه يجي هايل. انا حاولت اني يعني نحكمه على قد ما نقدر، حطيت له يعني من فوق غوندال تاع القارص وتقدميه مع القارص. وهذيك الكسره تاعي اللي كنت لكم بعد ما خبزتها كامل، كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم. نتمنى كانت عجبتكم، ما تنسونيش كما العاده اخواتي تخليوا لي لي جام ولي كومونتير ولي اول مره تشوف القناه تابع عليها غير تابوني وتفعل الجرس بيوصلها كامل جديد. والى الملتقى ان شاء الله في الفيديو الجاي، بقاو على خير.